السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين القناة. الموضوع اليوم خصوص دورة الاندماج، يعني شنو الموضوع اللي راح أطرق لكم يا بس حبيت أخليكم تطلعون على المواضيع اللي راح تدور بهذا الكورس أو دورة الاندماج. فمثل ما تعرفون كبداية الدورة صارت هي إجبارية، كانت سابقا فقط لجماعة اليون، بعدين صارت الإقامة السياحية والإنسانية وحتى الأتراك مشمولين بها. المعلومة نزيدكم في المعلومة، وحتى الأتراك مشمولين بهذه الدورة. فراح أتطرق لكم على المواضيع اللي دارت بالدورة وبالكورس، وتخلوها بقى شغلات مهمة تنتبهون عليها، لا تجي نص الفيديو تباعه وترجع بعدين تسألني. شوف الفيديو زين، اكو هي نقاط انا مسجلتها وراح اشرح لكم اياها، اكو نقاط مهمه حتى ترى بيها سجن وجزاء. فلذلك انتبه على الكورس اللي راح اشرحها هسه حاليا. اتمنى تسجلون النقطه اللي مو واضحه بورقه وبعدين تسألون بيها، اما اي شيء راح اشرحه هو نفس اللي راح اعطيكم اياه يعني حتى اللي يتصل بيه. فتابعوني بعد هذا الفاصل. سامسون يسكن في أنقرة في إسطنبول أي شيء. اللغة مثل ما تعرفون إحنا دا نتعلم لغة الشارع، يعني اللغة الجلفية، وإحنا قاعد أكو ناخذ كورسات أو أكو ناس تستخدم المترجم، أكو ناس تستخدم أكو تأخذ كتب يعني من المكتبة عبارة عن قاموس مترجم بين اللغة التركية واللغة العربية هو باللغة الفصحى. فلذلك دا يعانون، أكو ناس تعاني من اللفظ. هذه المسألة شوي شوي أنت راح تتعلمها. أنت من دا تتعلم لغة الشارع، اكو شيء بالشارع تتعلمه واكو شيء انت قاعد تدرسه او موجود بالمترجم يختلف، اللفظ مالته يختلف. شلون انت تخلي اللفظ مالته يكون مطابق او تخلي التركي يفهمك؟ هاي مساله مهمه. انت اكتبها بالفصحى، يعني بالمترجم اكتب الشيء اللي تريده بالفصحى. مثلا احنا من نقول الواحد اريد كيلوين طماطه، انت مو تكتب بالمترجم اريد كيلوين طماطه، مو هيك تكتبها. تكتب اني اريد 2 كيلوغرام، لا تكتب الرقم 2 عادي، كيلوغرام من الطماطم هيجي ماشي. فتشوفها باللغة بالمترجم راح تصير شغلة سهلة، تقدر تشوفها الكتابة. لنفرض يعني تعجبك مثل ولو هيك الشغلات احنا ما نحتاجها، لان اكثر المواد هي مكتوبة الاسعار. بس دائما انت اكتب اللي شيء تريده باللغة الفصحى، المترجم يطلع شيء صحيح، يعني الترجمة تطلع بصورة صحيحة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية شغلة الهاتف أو التليفون ممنوع منع باتن، يعني هم من ضمن القرارات هسه اللي موجودة ممنوع منع باتن. أنت قاعد تمشي بالشارع يجيك شخص حتى لو بني قاعد، تعرفون إحنا خاصة العراقيين أو العرب أصحاب نخوة، يجي واحد يقول لك أنا والله بدي أخابر على أمي ما أدري وين صارت، أبدي أخابر على ابني، بلكي التليفون مالتك أنت راح نخوة راح تعطي التليفون مالتك وراح يتصل، حتى لو يتصل صحيح يعني أنت ما تضمن يعني إنه هذا الشخص جاي يتصل على شخص صدق ابنه صدق المرأة، يجوز عنده لا سمح الله تاجر مخدرات، احتمال عنده فت قضية، فأنت ما تعرف راح يصير الرقم بداخل جهازك، أنت متابع جهازك من داخل تركيا أنت متابع، من تصير مشكلة يجروك، يعني هذا الشخص يجوز هدى الواحد، يجوز اتصل بواحد متفقين على شغله، لا سمح الله صارت جريمة قتل بعدين راح يلزموك أنت. فلذلك أنت من يجي شخص يطلب منك هذا بكل بساطة تقول له أخي والله أنا من عوني، قالوا ما يصير واحد يستخدم تليفونك، يعني انت القانون وياك فلا تخاف. شغله الموبايل كلش مهم. نرجع النقطه الثالثه، شغله التصوير. مثل ما تعرفون مثل سؤالي يوتيوبر اجي اصور بالشارع، من اصور اكو ناس تصور بصوت عالي، يعني يفتح كاميرا اذا يحكي ويا واحد يا معود فلان شلونك اخبارك بصوت عالي، الاتراك ما يقبلون يضوجون.
يصور، اللي يريد يفتح بث، لا تخلي صوتك يكون عالي، خليه دائما ناصح. هاي اولا. اثنين، اكو شغلات يعني انا مع الاسف اشوف نوبات شباب يعني واقف مثلا على البحر يحاول يركز يصور البنات، تدري اذا لفوك الشرطه سجن، غرامه، ترحيل، هاي مسائل عين. فهاي من ضمن النقاط اللي تطرقوا لها. عندنا النقطه الرابعه، شغله المقاهي. تعرفون هناك مقاهي عراقيه، تقعد بالمقهى لا تعلي صوتك، حتى الناس اللي تلعب دومنه لازم الدومنه ضربة للدومنة، على شنو قاعد تتعارك؟ العب على كيفك، هاي المظاهر غير مقبولة، زين؟ التكلم بالسياسة، التكلم بالطائفية، ممنوع منعاً باتاً، ماشي؟ نجي على النقطة الخامسة، نرجع نعيد شغلة الاستخدام الشخصي للهاتف، أهم نقطة ما ركزوا عليها أكثر من مرة لأن بيها شغلة ثانية، يعني الواي فاي، أنت عندك بالبيت واي فاي. يجي صاحبك يقول لك هنك لي على بيتك او انت قاعد بشقه وواحد صديقك انت جيت اجرت له قريب عليك وقال لك بلكي تكنك لي على الواي فاي مالتك دا يستخدم الموبايل مالتك، قل له ممنوع اخي ما يقبلون، يعني عادي انت هذا طلقت هذا الموضوع، شوف هذا الفيديو في وقتها من يجي يقول اسمع القرار مالتهم، ممنوع تخلي اي واحد يكنك على الواي فاي. صار حاله من الحالات هنا في سامسون جاي واحد خال يعني جماعة خالهم جايين كنا كمهم وقاعد تقريبا 10 أيام بايت همهم ماشي نطيهم نطينا الرمز فناشر منشور على الفيسبوك يسيء للرئيس أردوغان ورايح هو ورا أسبوع جوي حجزوا الموبايلات حجزوا الواي فاي ما حجزوا البيت كله يطلعون يطبون تحت المراقبة قام هذا أكو شخص جايكم قالوا هذا خالد الشخص اللي جاء العراق فبقوا تحت المراقبة وتغرموا وتأذوا تحت المراقبة حتى اللحظة، هنا عندهم السيد أردوغان خط أحمر، أتاتورك خط أحمر ممنوع منعًا باتًا، لا تتكلم عليهم ولا تحكي عنهم، منشور أنت تشوفه بالفيسبوك، بالتيك توك تشوفه مضحك، ما لك علاقة به، تريد تباع بس ما لك علاقة، لا تسوي لايك ولا تشاركه، ترى هاي المسألة كلش يعني أذي يعني أقول لك خط أحمر بيها جزاء بيها سجن، تنسجن هنا. أوكي. زين. النقطة السابعة أرقام الخدمات في فيديو سابق أنا نزلت لكم أرقام الخدمات مثل الإطفائية البوليس العاجل وغيرها وغيرها حاليا انجمعت هذه الأرقام كلها برقم واحد اللي هو 112 من تتصل بال 112 مثلا أنت تريد سيارة إسعاف تعطيهم العنوان تجيك لا سمح الله حريق تتصل بال 112 تجيك الإطفائية وهكذا يعني صارت الخدمة كلها عن الرقم 112 النقطة الثامنة التحويلات المصرفية يعني أنت عندك حساب بزراعة بنك لنفرض أو أي حساب بأي مصرف تركي تجي أنت مثلا يجي صديقك جيرانك قاعد أنت بالقهوة قاعد يمه بالبيت يقول لك أقول لك عندي فاتورة مال الإنترنت بلكي تدفع ليها بالحساب يمك أنت جيت دفعت ليها ورا يومين ثلاثة دفعت أنت مالتك طبعا ومالتك مو باسمك يعني انت الشقه اللي قاعد بيها الفاتوره مو باسمك مثلا باسم شخص انت مسوي كيو وما محوله بعدك ودفعتها ورجعت ورا كم يوم اجاك شخص قال اقول لك عندي حواله مال مصرفك تحولها عن طريق الحساب مالتك ورحت وحولت لي اياها وهكذا هذا ممنوع قبل يجوز بيها مثلا هسه ممنوع لان يعتبروك انت قاعد تاجر بايلس يعني اني اجي احول لفلان من الناس واخذ من عنده مثلا 10 ليرات مال تحويل اخليها بجيبي اول فقره تنتبه عليها اذا تريد تسدد فواتيرك انت الشقه اللي قاعد فيها اسمك الفواتير تكون عفوا الفواتير تكون باسمك يعني الشقه انت ماجرها الفواتير كلها لازم اذا تسددها لازم باسمك اذا مو باسمك لا تحول على زراعه موبايل ولا تحول على التطبيق اللي موجود تروح للياباش تسدها على مكاتب تسدها بس على هذا البرنامج لا تحول الا اذا كانت الفواتير باسمك هاي اولا تحويلات مصرفيه بس اذا انت ماجر شقه وثبت السكن مالتك النفوس تحول لصاحب الشقه المبلغ تقدر بيها مجال ودائما احتفظ بالوصل الوصل تجيك مشاركه بشاركه اذا عندك زوجتك هم عندها واتساب تدفع اياه ترسل اياه او تخزنه يمك وبعدين تروح تسحبه سحب تحط الوصل يمك هذا ضمان لحقك خلصنا من هذا الموضوع النقطه التاسعه والمهمه هسه حكيت بها يعني الفواتير اللي موجوده انت بالشقه اللي ساكن بها يعني شرط من الشرط انه انت مثل المي الغاز الكهرباء تسويها باسمك مثلا انت باسمك وحده زوجتك تخلي بها وحده مو مشكله اذا عندك ابن بالغ اكثر من 18 من المهم
تصير باسم افراد العائله او باسمك انت كرب اسره. هذه اكدوا عليه اكثر من مره، يقولون لي اكو ناس مثلا فلان تكفلني خلى الفاتوره باسمه، وهذا الشخص احتمال يسافر للعراق، فانت راح تعاني. هاي تجي تسجل يقول لك هذا شخص خليجي الله يسوي ابطال، فافضل شيء تخليها باسمك. هاي كنقطه مهمه رئيسيه انا اسوي لكم اياها. النقطه العاشره، انت جيت اجرت شقه وسويت عقد، سويت عقد سنوي، طبعا ورا مثلا شهرين ثلاثه يجيك صاحب الشقه يقول لك اريد زياده، طبعا هي زياده كل سنه معروفه تقريبا 50 ليره يزود، يعني انت ماجر ب 900 ورا سنه يقول لك انا اريد ازود 50 ومشكله صارت ب 950 نزله طبيعيه. زين، اذا انت مثلا بعدك اول 6 اشهر ماجر ويجي صاحب الشقه يقول لك اريد ازود عليك 50، راح تتعارك انت وياه وتريد تشتكي عليه، الشكوى مالتك ما تاكل بحاله واحده. اول فقره العقد حتى لو ما مصدقه بالنوتر، العقد ما مصدقه بس هو موقع صاحب الشقه موقع. اكو ملاحظات اخوان، اكو ملاحظات جيب لك واحد يفتهم قول له اكتب لي بالملاحظه انه ما يزود الايجار الا بعد سنه. هاي الملاحظه، هاي الملاحظه ما مكتوبه باي شهر يقدر يزود عليك وما تقدر تفك عليك، حتى لو تروح تشتكي ما يشكوك. ماشي؟ هذه شغله مهمه. بنفس الوقت العقد من تجي توقعه اذا هذا الشروط ما مكتوبه لا توقع، انت ما مجبور. اريد هاي الشروط اجيب لك واحد مترجم ابن حلال يسوي لك اياها ويكتب لك اياها وخلصنا، لا تجي انت بكيفك تتصرف واجي اوقع والله انا عندي عقد واروح اشتكي عليه ومصدق بالنوتر، ما طول ما مكتوبه حتى لو مصدق العقد بالنوتر ما مكتوبه هاي السالفه كل شيء متحقق. خلصنا من هاي النقطه. النقطه الحادية عشر، تسجيل الطلاب بالمدارس. اغلب الطلاب بنيجي يريد يسجل بالمدرسه يقول لك انا اريد نفس المرحله، واحد يقول لك يجوز يرجعوني سنه، الطريقه الصحيحه وانا مره سويت عليها فيديو هسه راح اكد لكم اياها لان هذا من ضمن الدوره اللي كانت مالت الاندماج. الطالب اذا تارك الدراسه بالعراق وما عنده اي شهاده جاي مثلا بالابتدائي ومبطل بعدين متوسط ومبطل يجي هنا يخضع للاختبار وحسب الدرجه مالته بالاختبار يقبلونه بالمستوى مالته. اللي مثلا هو بخامس ابتدائي باول متوسط ثاني متوسط يريد يجي ياخذ الشهاده مالته بالدرجات، شرط بالدرجات المصدقه من التربيه زائده من الخارجيه العراقيه، بعدين يجي هنا يصدقها بالنوتر يترجمها ويصدقها بالنوتر ويقبلونه على المستوى مالته. للمعلومات الشهاده اللي بالدرجات العنوان مالتها يكون للتربيه للجوائز يمكن للامتحانات، فلذلك ماكو داعي تروح تقول اني اريد مدرسه تركيه او اسم مدرسه تركيه، بس الوثيقه شهاده الدرجات تختلف عن الوثيقه. هذا انتهينا من الموضوع. نجي على خدمه المستشفيات، المستشفيات اللي هي رقمها 182، المستشفى انت تريد تحجز حجز بالمستشفى تتصل على 182 وتعطي مثلا معلومات الكملك واسم المريض لا سمح الله فهم يحجزوا لك، فرقم المستشفى هو 182 او اكو برنامج تطبيق اسمه المهارسي، هذا بعدين ان شاء الله اشرح لكم عليه وادز لكم الرابط مالته اخلي لكم اياه بالوصف بعدين بالمستقبل، هذا هم تقدر تحجز عن طريق هذا التطبيق. النقطة الثالثة عشر، عندهم قانون الزواج التركي، طبعا تعرفون هنا الزواج التركي مثلا الرجل والمرأة اثنيناتهم هم كل واحد نص عليه يأثث، يعني يأجر الشقة يأثثون يكملونها بيناتهم هم. زواج العربي من التركية نفس الحالة، التركي يعني نفس الطريقة عندهم، هذا الزواج مالتهم، بس شنو عندهم؟ ماكو عندهم تعدد زوجات. الطريقة هنا تعرفون هم بلد مسلم بس بقانونهم ماكو تعدد زوجات، ليش؟ يقول لك هم حلال عادي الزواج واحدة اثنين ثلاثة عندهم حلال ماكو في شيء اسمه حرام، لكن أخذوا رأي الشعب في وقتها صدروا قانون انه ما يصير الرجل يتزوج بالقانون اثنين، يريد يتزوج وحدة تركية وإذا يريد يتزوج الثانية سواء كانت عربية أجنبية أو تركية قابلة فقط عقد الشيخ. ماشي بس ما لها اي حقوق، يعني ما تقدر لا تشتكي عليه ولا كل شيء تسوي له، اي حقوق ما لها. بنفس الوقت عندهم طريقه الزواج مالتهم، هم عندهم بالمحكمه هم على المذهب الحنفي، بالمحكمه راح يعقدوا لك ونفسه شرعي قانوني بعدين يلا يصير عقد الشيخ، فقط بالقرى يصير شيخ بعدين بالمحكمه، بس هم رسمياتهم عندنا بالعراق نوبات يعقد مالت الشيخ او السيد يطلع المحكمه يصدقه، هنا ماكو، بالمحكمه يلا يصير رسمي. هذا من ضمن القوانين. وبنفس الوقت شرط المولود، يعني اكو واحد متزوج وحده هنا عقد شيخ وجاء عندهم مولود، المولود ما سوي بيان، للمعلومات تركيا تسحب هذا المولود يعني الطفل تسحبه للاستثمار تاخذه للتبني ما يعطوك اياه بعد، فلذلك لازم انت كل شيء تسويه رسمي، بيان جواز
هوية، كل شيء ناس ما تبقي بدون بيان وبدون جواز، أهم شيء تصدره إلي أو تستخرجه إلي. خلصنا من هاي النقطة. النقطة الرابعة عشر والأخيرة أهم فقرة، هم يعني هاي آخر شيء استمتوا قالوا، يعني اللي يبدون من عندك تثبيت النفوس، تصديق العقد أو حتى مثلا لازم كل شيء مكتوب بمتل تتأجر، أصوات عالية ماك، وحتى تاليين أنت بشحتك من السير نص صوت موبايلك أو سويه بس على اهتزاز أو حتى لو مسوي، لا تخلي يظن يدق ساعات يلا تجي شيله، يعني دق الموبايل راسا شيله واحكي وياهم، صوت عالي بالشقه بالمقاهي بالشارع ممنوع، تصور بالشارع لا تركز على شغلات بنات ما بنات عيب، وبنفس الوقت ممنوع شغلات النصب والاحتيال يجوزون لعدها، اكو ناس يعني مع الاسف يعني يسوون هيك شغلات، هذه كلها ممنوعه عندهم. لا تحكي بالسياسه، لا تحكي بشغلات يعني طائفيه، لا تحكي على الرؤساء مالتهم، التليفون مالتك الشخصي انت تستخدمه، لا تكلك لاي شخص وتجي تكلك له وما تعرف ايش بده يسوي. اهم فقره اللي من ضمن القوانين مالتهم اللي هي مهمه كلش، قلت لك الواي فاي انت مال بيتك، يعني انت تقعد تسكن وتيجي واحد صاحبك جد يقول لك كلك لي عليك وانا اعطيك مبلغ انت تحسب استثمار، بس ما تدري هذا ايش بده يباوع ايش بده يسوي ايش بده يشارك، هذه مسؤوليه عليك. اي استفسار انا حاضر، الرقم راح تشوفونه بالشاشه، حساب التيك توك وبالوصف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.